المهندس عمر عادل رزق، جامعة دولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا. مشروع تحكم بالماوس عن طريق حركة الرأس، إشراف الدكتور محمد مازن المصطفى. مشروعنا assistive technology لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من إصابات بالنخاع الشوكي، يتمكنهم من القيام بالتفاعل مع الحاسب عن طريق حركة الرأس والقيام بوظائف المؤشر كالنقر اليميني والنقر اليساري وعمليات الإزاحة. مهندسة غزال طباع من الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا. كان مشروعي بإشراف الدكتور محمد الحسين. مشروعي بحكي عن نظام ركن آلي ونظام تنبيه سائقين في حال نعاس وخطر. أول نظام عنا بيحسب أبعاد السيارة وبيحسب أبعاد المكان، بيكون السائق خارج الحجرة عن طريق زر بيكون بجهاز السيارة، السيارة بتحسب الأبعاد وبتصف لحالها. النظام الثاني بيكون عن طريق هاي الكاميرا مثبتة داخل حجرة السيارة، بتراقب زمن رمشة العين تبع السائق. في حال نحن عندنا زمن الرمشة 0.025 ثانية، في حال كان زمن تغميضة العين أكثر من هذا الوقت فهي بتعطي إنذار، إذا استجاب استجاب، ما استجاب بتعطي أوامر للسيارة أن السائق في حالة خطر. بتشغل فلاشراتها وكاميراتها وحساساتها، بتكشف مسار الطريق وبتعطي أوامر للسيارة تروح على اليمين وتصف. وعن طريق أبليكيشن كمان ربطناها أنه هي تعمل تبعت مسج باللوكيشن اللي هو موجود فيه لأي أرقام هو السائق محددها أنه هذا السائق في حالة خطر. هذا مشروعي بشكل عام. أنا المهندسة مريم عبد الحكيم هولا من جامعة دولية الخاصة دكتور المشرف دكتور نمر سلام. مشروعي نظام تشخيص طبي باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي. بيتم التشخيص عن طريق شات بوت، محادثة طبية بين الدكتور واليوزر. تشخيص عندي داتا سيت عندي ل 1867 مرض زائد 50 مرض شائعين عندي بسوريا، بالإضافة لمخططات بيانية بيعطيني إياها للأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، السكر، الضغط، الكولون، العينية. يعطيني مخطط بياني إذا أنا هذا الأسبوع حللت بدي أعرف الأسبوع الجاي تحسنت حالتي أو لا، فبيعطيني مخطط بياني بحالتي الصحية بالإضافة لنصائح طبية. أيضا عندي خدمة الجي بي إس، هو بيعمل لي سكانينج للمنطقة الموجودة أنا فيها، يعطيني أقرب نقطة طبية قريبة علي. وإذا كان بدي دكتور بيعطيني أقرب دكاترة من الاختصاص اللي أنا فتت تخصصت فيه. هاي المشروع في بالعوام. العافية، معكم بشرى نبكي، خريجة كلية الهندسة المعلوماتية من الجامعة الدولية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا. مشروعنا عبارة فكرة تسويقية موقع إلكتروني المعزز بالواقع الافتراضي، يعني هو Augmented Reality. Augmented Reality يعني عبارة عن إسقاط منتجات افتراضية ثلاثية الأبعاد على أرض الواقع. نحن فينا نخصص لأي متجر أو لأي أوبجكت، بس نحن اختصينا في مجال تجارة المفروشات. في خلال موقعنا نحن قدرنا نسقط عدة كراسي وكنبايات على قلب المنزل قبل ما نشتريها، من أسقطها من خلال الموقع من على الموبايل، من أسقطها من خلال الكاميرا، وعلى إذا نالت إعجاب الزبون بيتم شراءها من خلال الموقع. كنان الحمصي ومعي الزميلة رنين المسوتي من الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، مشرف مشروعنا الدكتور حيان السباعي. نحن عاملين مشروع بالآي أو تي، هو عبارة عن سمارت هوم، عاملين ثلاث أنظمة فيه، نظام حريق ونظام حماية ونظام ري تربة. عاملين موقع بتتحكم بكل البيت من خلاله وبيعرض نتائج اللي بتطلع من حساساته عليه، طبعا مع إنارة كاملة للمنزل ومع تحكم بالباب الخارجي للمنزل، وفي عنا شاشة بتعرض نتائج إضافة إلى الموقع. مرحبا، أنا الطالب رفيق عيطة، هون زميلي يحيى سمان. نحن جامعة دولية خاصة علوم تكنولوجيا. مشروعنا بالشرف الدكتور محمد حيان سباعي. المشروع عبارة عن سيارة ذاتية قيادة منخفض التكلفة، قادرة التعرف على المشاة وتجنبهم إما تروح اتجاه اليمين أو اتجاه اليسار. الهدف الأساسي من المشروع بحيث نطوره، بحيث نستخدمه بالمعامل السوداعات لنقل البضائع، وممكن هاي تخفيض يد العاملة وتسهيل حركة نقل البضائع ضمن السوداعات، وكمان التطوير عليه بحيث إنه قادر التعرف على التراك ديتكشن. الكومبوننتس الأساسية المستخدمة بالمشروع هي عبارة عن الأردوينو والستيبر موتورز لتحريك السيارة واللابتوب، هو عم يقوم بالمعالجة الأساسية ويبعث النتائج مع السيارة عن طريق البلوتوث الأردوينو. الأردوينو عم يتحكم بالموتورات، حس السيارة عم تجه اتجاه الى القدام او يمين او على اليسار.